ينضم إلينا الزميل بندر الشهري من الدوحة موفد القناة الرياضية. مساء الخير أبو نواف. هلا وسهلا خالد، مسي عليك بالخير وعلى الأستاذ عبد الرحمن الزهراني وجميع المشاهدين. أبو نواف، ودي في اتصال من الاتصالات نقول لك مبروك الفوز، بس الظاهر أنه المباراة الأولى والمباراة الثانية ما الله كتب أن نقولها، إن شاء الله نقولها في المباراة الثالثة إن شاء الله. للأسف خالد، يعني إحنا دائما نتطلع للمزيد مع المنتخب السعودي، خاصة المنتخب الأولمبي الحالي، يضم عناصر قادرة على صنع الفرق وأيضا رفع راية الوطن دائما في محافل القارية، لكن التعادل كان بطعم الخسارة امتداد للمباراة الماضية خالد. يمكن الجميع تابع المباراة، وللأسف يعني حالة التذمر حتى موجودة هنا حاضرة ما بين البعثة السعودية، الوفد السعودي، أيضا الإعلاميين، وعدم الرضا على المستوى الذي قدمه، حتى وإن كان هناك تحسس طفيف بالأمس تابعناه في مباراة الأمس. صحيح أن المنتخب السعودي سيطر إلى حد ما في وسط الميدان، كان هناك بعض الخطورة، لكن الأخطاء كانت واضحة خاصة فيما يتعلق بمنطقة الدفاع، وأعتقد كانت واضحة للجميع والكل تابعها. هنا وفد القنوات السعودية الرياضية أمس تواجدنا، وكان لنا تواجد أيضا مع أعضاء الاتحاد السعودي ورئيس الاتحاد السعودي الكبير الأستاذ أحمد عيد، وكافة أعضاء الاتحاد السعودي الأستاذ سلمان قريني، الدكتور خالد المرزوقي رئيس البعثة، وايضا الاستاذ ياسر المسح رئيس لجنه الانضباط بالاتحاد الاسيوي، والدكتور خالد النقر رئيس لجنه المسابقات، بالاضافه الى عدد من الزملاء. يعني كان واضح عليهم عدم الرضا. باختصار خالد، اذا اردنا ان نلخص الوضع القائم حاليا قبل المباراه الاخيره الصعبه جدا اللي وصفها الجميع امام المنتخب الياباني بانها مباراه صعبه بالنسبة للمنتخب السعودي ويجب أن يضاعف الجهد، الحالة العامة حالة ارتباك يعيشها المنتخب السعودي الأولمبي على كافة المستويات، لكن نتأمل إن شاء الله أن نتجاوز المنتخب الياباني، لأن مباراة القادمة نكون أو لا نكون، إما أن نتأهل أو نغادر من البطولة. بندر، ما شاء الله أنا عرفتك من النوع اللي دائما تحب أنك يعني تصطاد الأخبار الغريبة والطريفة، وفي نفس الوقت يعني الأخبار التي لا يتداولها الإعلام بشكل واضح. يعني هل التمست بالأمس حالة استقرار في الجهاز الفني الذي سيقود المنتخب في مباراة اليابان، أم أن هناك تغييرات سوف تكون وتسند المهمة كاملة للكابتن بندر الجايثن؟ خالد مؤكد بأن هناك تغييرات ضرورية لابد أن تحدث في تشكيلة المنتخب السعودي اللي هي المباراة القادمة أمام المنتخب الياباني، لكن على مستوى العناصر خالد، احنا حاولنا قبل مباراة الامس ان نتوصل لتشكيلة المنتخب السعودي، ومثل ما ذكرت انا تدخلت مع الزملاء في برنامج الملعب، ذكرت ان التشكيلة هي نفسها، فقط هناك تغيير بسيط للكابتن ماجد النجراني مكان اللاعب حزازي. بالفعل حدث هذا بالامس. المباراة القادمة طبعا لابد ان يكون هناك تغييرات من السيد كوستر. بالمناسبة خالد، يعني هناك يعني معلومة أعتقد يعني هي أصبحت الآن مكشوفة للجميع، أن السيد كوستر هو المدرب الحقيقي للمنتخب السعودي الأولمبي، والسيد بندر الجهيثن هو مساعد له، بخلاف ما كان يشاع في الوسط الإعلامي وجميع الزملاء الإعلاميين وأيضا حتى لدى الرأي العام. طيب، إذا كنا نتحدث عن التغيير الذي حدث بالأمس بعد أن ولجأ الهدف الثاني لمرمى منتخبنا، كان هناك مجموعة من التغييرات، عبد الرحمن الغامدي وأيضا عبد الفتاح عسيري، كانت هذه التغييرات إيجابية وأسهمت في تحقيق النتيجة. كقراءة أولية أبو نواف، يعني تتوقع أن المدرب سوف يبقي هذين الاسمين في التشكيلة القادمة أمام المنتخب الياباني، نظير ما قدماه من مستوى جيد وساهم بتعديل النتيجة أمام منتخب الكوري الشمالي؟ خالد، أنا أكد على كلامك، يعني الكابتن عبد الرحمن الغامدي والكابتن عبد الفتاح بالفعل صنع الفرق أمس بعد دخولهم لأرض الميدان، لكن التشكيلة ثق تمام الثقة بأنها هي يعني يحددها السيد كوستر طبعا بالاتفاق مع الكابتن بندر الجعيثن. أمس في حديثنا مع المسؤولين، خاصة المشرف العام على المنتخب الأولمبي، لما التحقنا بهم إلى مقر إقامتهم بعد نهاية المباراة،
يعني تحدثنا مع الاستاذ صالح ابو الخاع تحديد المشرف العام للمنتخب السعودي الاولمبي حول ما يحدث في المنتخب السعودي، تذمر من اشياء كثيره وعزاها الى قصر مده التدريب او المعسكر قبل بدايه البطوله. ايضا الكابتن بندر الجعيث كان له حديث خاص معي، قال ان استعدادنا كان قصير، اني انا وضعت برنامج زمني محدد، جميع المنتخبات استعدت لهذه البطوله بشكل جيد، لكن انا يقول حطيت او وضعت جدول زمني محدد بعد حضور السيد كوستر غير في بعض الامور، وبالتالي حدث هناك بعض الارتباك في المعسكر، بالاضافه الى ان العناصر ليس هو العناصر تواجده من فتره طويله في المعسكرات السابقه، وايضا عدم الاستقرار سواء على كافه الاوضاع الاجهزه الفنيه والاداريه. باختصار خالد، بالنسبه للكابتن بندر الجعيث يبدو لي ان لديه الكثير والكثير، واعتقد انه سيكشف ويفصح عن الكثير من الاسرار، لكن ربما بعد نهايه البطوله. ايضا استاذ صالح ابو الخاع بالحرف الواحد بعد نهايه المباراه امس قال لي في فمي ماء. طيب نتمنى ان نسمع ونشوف هلما اللي في فمه ان شاء الله في احدى اللقاءات، واذا كان الشباب جاهزين يحاولون يتواصلون معه. طيب انا برجع وبسالك سؤال يا بندر، يعني ايش كنت بقول؟ لا اله الا الله، كنت اتكلم عن لقطه من لقطات المباراه بعد الهدف الثالث، ظهر هناك اكثر من لاعب سعودي في حاله ابتسامه بعد الهدف الثالث. هل بالفعل بعد نهايه المباراه هل شاهدت يعني هناك حالات يعني تعكس الصوره الحقيقيه التي يعني ظهر عليها لاعب والمنتخب بعد المباراه؟ وهل هذه الابتسامه يعني طبعا لها اكثر من مبرر ولها اكثر من تفسير، كيف رايت الحاله النفسيه للاعبين المنتخب بعد نهايه هذه المباراه؟ لا شوف خالد، بالنسبه للاعبين من خلال تواجدنا معهم قربنا منهم تشعر ان لديهم رغبه وحماس لتحقيق نتيجه ايجابيه، لكن في ارض الميدان داخل الملعب تحدث امور كثيره. حتى الكابتن بندر الجعيث اكثر مره تكلمنا معه في هذا الموضوع، قال انا استغرب من اللي يصير، يعني هناك شغل وجهد كبير يحدث في التدريبات، لكن يقول في المباريات داخل بعد ما تبدا المباراه تتغير امور كثيره، يعني هناك عدم تجانس، عدم تجانس او عدم انسجام، او ربما خليني اقول لك عدم تطبيق بشكل دقيق بكل ما يطلب منهم في التدريبات، هو اللي يمكن ممكن ياثر عليهم في المباريات. المنتخب الكوري الشمالي امس لم يكن منتخبا سهلا بالمناسبه يا خالد، يعني اعتقد ان المنتخب الكوري الشمالي منتخب متطور ومنتخب منافس ومرشح للتاهل عن هذه المجموعه، وهو افضل منتخب التايلندي بكثير. والمنتخب السعودي بالامس كمستوى تحسن عن المباراه الماضيه، لكن لا زال لديهم الكثير والكثير. بالمناسبه خالد ايضا هي رساله حتى للجماهير السعوديه، انت تابعت امس وجميعنا وجميع المشاهدين شافوا الحضور الضعيف بالنسبه للجماهير السعوديه امس، تخيل الجماهير الكوريه ثلاثة إلى أربعة أضعاف الحضور الجماهير السعودية، هذه أعتقد يعني خليني أقول لك ورقة لابد أن نراهن عليها المباراة القادمة، خاصة المناطق القريبة من الدوحة الأحساء وما حواليها. طيب زميل بندر، قبل أن نختم هذه المداخلة معك والتي تحدثت فيها عن آخر تطورات بعد التعادل الذي يعني يعتبر مثابة خسارة منتخبنا الوطني أمام كوريا الشمالية، هل من كلمة أخيرة نختم بها هذه المداخلة؟ فقط نتمنى الدعم للمنتخب السعودي على كافة المستويات، يعني حتى البعثة السعودية متذمرة من عدم وقفة الإعلام السعودي مع المنتخب الأولمبي في هذه البطولة وعدم تحفيزهم لها. بالمناسبة يعني لما نتابع الصحف القطرية الموجودة هنا خالد، يعني يصلك إحساس شعور بأن بالفعل هناك وقفة جادة ودعم للمنتخب القطري، نتابع كيف يقدم مستويات ويستاهل المنتخب القطري، يعني لاحظناها مع إيران الأشقاء القطري يستاهلون وقدموا مستويات متميزة وشرفونا، لكن الصحف جميعها تخيل أفردت صفحات كثيرة لدعم ووقفة القطريين مع منتخبهم. أمس أتابع صحيفة الوطن من 7 إلى 8 صفحات كاملة ما شاء الله فقط تتحدث عن هذه البطولة، ملحق خاص والأغلبية منها خصصتها للمنتخب القطري، هي رسالة يجب أن تصل لكافة الإعلام السعودي أن يكون هناك وقفة جادة مع المنتخب السعودي، أيضا الجماهير السعودية ينسحب عليهم هذا الأمر، يجب أن يكون هناك
دعم ومؤازرة منتخب السعودية في المباراة المقبلة. بالتالي إن شاء الله نحتفل بتأهل المنتخب، خاصة وأن الأمال تعلق عليه بشكل كبير. تعرف خالد المنتخب السعودي وصيف البطولة الماضية، وبالتالي هو أحد المرشحين للتأهل إن شاء الله إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. نقول إن شاء الله. زميل بندر، بغيت أقول بندر الجعيثم الزميل بندر الشهري، شكرا لك على هذه المداخلة. تحياتنا لك ولجميع طاقم وفد القناة الرياضية المتواجدين هناك وجميع الزملاء الإعلاميين السعوديين. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون المداخلة القادمة إن شاء الله مداخلة على قولتهم تبريكات وتهنئة بتأهد المنتخب إن شاء الله للأدوار النهائية إن شاء الله.